بس هلا كنت عم اقول لحالي وين فيا؟ امتى رح تحاكيني؟ الو. ايه هاي. انا هون بس مش عارفه شو اقول لك. وينك؟ عندي شغله رايحه اعملها، بس من بعدها عبالي اعزمك على الغدا. انت عزمتيني؟ ايه اذا فاضي وما عندك شيء. انا كل وقتي الك، بس بدك تنسيلي هي قصه انك انت تعزميني. لا لا عن جد انا عازمه، لانه اخدتك على محل انت اكيد ما بتعرفه. طيب وافقت. فكر لكن بشوفك. باي باي. اعترف انه فاجأتك بالمحل. انت دائما مفاجأتيني، بس لا عن جد محل كتير حلو والسندويشة كتير طيبة. صحتين عقلبك. انا كتير بحب هيك مطاري وبرتاح لهم عن جد، يعني بحسهم احلى بكتير من هول المحلات اللي بتكونوا كتير كلاس وقاعدين العالم متضايقين بالقعدة وما عارفين كيف يقعدوا ولا عارفين كيف ياكلوا، كل الوقت عم بيتطلعوا ببعض مش مرتاحين. في انا هدول الشغلات اللي عم تحكي عنهم واللي ممكن يفرقونا ما بيعنولي. ما بتعني لك؟ معقول عائلتك تكون ما بتعني لك؟ لا عائلتي اكيد بتهمني وبتعني لي، بس انا قصدت هدول الشغلات اللي ممكن يفرقونا هن اللي ما بيعنولي، ما انا بكديل بالنسبه الي. يمكن بالنسبه لإلك، بس لالي مبلا. انا قبل ما اطلع على المطار كتبت رساله وبعتها لعليا وقلت لها فيها انه انا بحبك. عن جد؟ ايه عن جد. وهو انه انا بحبك وانا كمان بحبك، وان شاء الله يكون هذا الشيء بكفي. انا عن حالي بكفيني، ما بدي اكثر من هيك. نسيت حالي. وأنا كمان نسيت. نيحة، ما عجبني صوتك على التليفون. لأنه زعلت بس قريت، وبعدين حسيت حالي هبلة إنه أنا ما كان لازم أزعل هالقد، وبعدين صراحة ندمت إنه دقيت لك وقلت لك. لا لا ما تندمي، قد ما كانت القصة سخيفة في مو ضايقتك يبقى خلص صارت مهمة بالنسبة لي. الو انت معي بعدك؟ ايه لا انا ليكني هون معك، بس بصراحه تفاجأت باللي عم تقولي لي اياه فما عرفت شو بدي اقول. لا خلص رح اكون معك اكيد بشوفك. يلا باي. على شوي رح انسى وشك. ومين قال له الفضل بهالمفاجاه الحلوه بقى؟ عدت الرسم والسحاب اللي انكسر واضطريت اطلع جيب غيره. قلت هيك بظهر شوفك. ومتأكدة إنك ما بدك يعني يكون معك؟ لا أنا بدي إياك تكون أكيد، وعايزتك تكون حدي، بس إذا شفتك الست عليا هونيك رح تكون غريبة شوي فبلاها، وكمان ما بدي نزعلك المفاجأة. مفاجأة؟ لا إذا هيك يبقى أكيد متأكدة إنك رح تنجحي وتطلعي الأولى كمان. أنا كثير عبالي فحاسة قد ما عبالي عن جد رح تزبط. في أنا ناوي بعد المسابقة إني أحكي مع أبوك. خلص مليت من لقاءاتنا السرية هي. لا لا هلأ ما بيصير، بعد كتير بكير. إذا البابا عرف رح يلومني، رح يقول إنه أنا سبب تركتكم أنت والست عليا بلاها. أنا قايل لك كذا مرة إنه حتى لو أنت ما كنتي بحياتي أنا علاقتي بعليا كانت رح تنتهي، حتى يمكن ما كانت لازم تبلش من الأساس. شو الأخبار؟ كان ليه بلشت؟ لأنه توقعت انها رح تتغير. وجهة العائلة. بس بتعرفي بعدين ما انسألت بالموضوع، بتعرفي؟ يمكن كانت نزوة عابرة. في بحياتك لا تتغيري.
خليكي هيك ماشي؟ ماشي. أنا بورجيكم يا رب تكلم والله لا أفضحكم والله عندي بسيطة. يلا صحة. في جبر. الأحلى من إني ربحت هالمسابقة هو إنه عم بستلم هيدي الجائزة من حضرتك. ميرسي. Thank you.